أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وتغطية جديدة من النيل مباشر نستعرض خلالها أهم الملفات على الساحة. الملف الأول، في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مدبولي يؤكد تبني الدولة لتحسين المعيشة والرقمنة كسبيلين لمحاربة الفساد. وفي الملف الثاني، جلسة تشاورية لمجلس النواب الليبي في أعقاب قرار مفوضية الانتخابات تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشح الرئاسة. ونبدأ مشاهدينا الكرام هذه الفترة بالبيان الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية قبل قليل، والتي قالت فيه: بيان انطلاقا من جهود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تطلع الكيانات المعادية، خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام. وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، وباتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة. أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد، يبلغ من العمر 61 عاما، وهو عاطل ويقيم بمحافظة القاهرة ومسجل خطر في جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة، نصب وقتل خطأ وتنقيب عن آثار. والثانية تدعى ميرفت محمد علي أحمد البدوي، تبلغ من العمر 52 عاما، وهي حاصلة على ليسانس حقوق وتقيم في محافظة الإسكندرية. وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال، سعيا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسؤولين بالدولة وبقدرته على إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يطلع بها. كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف، الذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد، يبلغ من العمر 42 عاما، وهو سمسار يقيم بمحافظة الإسكندرية، حيث تبين ارتباط السمسار بالمذكور المدعو حنفي عبد الرازق وبحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرصة للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق. وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية، قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي، وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج، إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبد الرحمن والإخواني الهارب عبد الله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات. مشاهدينا الكرام، نذيع على حضراتكم مرة أخرى بيان وزارة الداخلية الصادر منذ قليل والذي يوضح بعض الأمور. انطلاقا من جهود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام. وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، وباتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة. تمكن قطاع الأمن الوطني من كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد يبلغ من العمر 61 عاما وهو عاطل ويقيم بمحافظة القاهرة ومسجل خطر جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة نصب وقتل خطأ وتنقيب عن آثار. والثانية تدعى ميرفت محمد علي أحمد البدوي تبلغ من العمر 52 عاما وهي حاصلة على ليسانس حقوق وتقيم بمحافظة الإسكندرية. أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعيا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسؤولين بالدولة وبقدرته على إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يطلع بها. كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف الذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد يبلغ من العمر 42 عاما وهو سمسار يقيم بمحافظة الإسكندرية، حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبد الرازق وبحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة العلاقات وعلاقته وإمكانية منحه فرصا للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق. وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي، وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج، إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبد الرحمن والإخواني الهارب عبد الله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.
ونذيع مشاهدينا الكرام اعترافات المتهمين في هذا التسجيل وهذه الفبركة. اسمي وائل عبد الرحمن سليمان، عندي 42 سنة ومقيم في اسكندرية وشغال في مجال السمسرة. اتعرفت على واحد من فترة حوالي 4 شهور، ادعى ان هو لواء وقال لي ان اسمه فاروق القاضي، وقال لي ان هو من خلال علاقاته يخلص لي اي قصة في اي موضوع في جهة حكومية من خلال شغله في رئاسة الجمهورية، وبعت لي مكالمات هاتفية، ولقيت من المكالمات دي ان الناس اللي بتتعامل معاه بتكلمه على اساس ان هو يعني بيفخموا فيه وبيحترموه قوي. وفي الفترة الأخيرة حصلت لي مشاكل مادية وفكرت إني أستغل التسريبات اللي انتشرت على النت، المكالمات اللي كان بيبعتها لي اللي هو فاروق، وجبت رقم تليفون الإخواني عبد الله الشريف من على اليوتيوب وتواصلت معاه وبعت له المكالمات الهاتفية دي وبلغته إن أنا ممكن أبعت له مكالمات تانية، بس دي على خلاف الحقيقة يعني أنا ما عنديش مكالمات ولا الكلام ده. وهو قال لي وعدني إن هو هيبعت لي 10,000 جنيه على ويسترن يونيون ونصب عليا. انا حنفي عبد الرحيم سيد محمد، مقيم في القطامية، عندي 61 سنة، من صغري كنت بمارس النصب والتنقيب عن الاثار من حوالي 5 سنين. عملت اسم اللواء فاروق القاضي، اتحدت صفة اللواء فاروق القاضي، شغال مستشار في رئاسة الجمهورية. وبعد فترة طبعا بدأت أقنن الحاجات دي، أخد الناس اللي عندهم أراضي وعندهم مشاكل ونزاعات على الأرض أخلصها لهم. بعد كده رحت بدأت أقوي علاقتي أكتر بالناس وأحمد الشركات، أوهمهم إن أنا عندي ناس في الحكومة وتخلصوا الكلام ده، وبناء عنها بقيت أخد عمولتي برضه. بعد كده بقيت أخد التسجيلات أصلا اللي موجودة عندي على التليفون، بقيت أبعتها لكل الناس عشان أقوي علاقتي بهم إن أنا ماسك نفسي. من حوالي 3 شهور عرفت واحدة اسمها ميرفت محمد علي، مستشارة في رئاسة الجمهورية. قعدنا اتكلمنا مع بعض، سجلت لها شوية مكالمات حلوين ورحت واخد منهم مكالمة وبعتها لكل الناس اللي عندنا اللي هي من حوالي. فوجئت لقيت عبد الله الشريف الإخواني نزل على تويتر صوت ليا وصوت لميرفت محمد علي. أنا اسمي محمد علي أحمد، مواليد 13/9/69، السنة دي اشتغلت في مجال المقاولات عشان أزود دخلي في مجال المقاولات بالنسبة للعمولات اللي كانت هتجيلي من شغل المقاولات. وتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص بيشتغل في نفس المجال، ادعى إن اسمه اللي هو فاروق القاضي، وإن هو له علاقات مع مسؤولين كبار في الدولة، وإن هو بيقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات، وإن هو له مصالح، يقدر يعمل مصالح قوية في شغل المقاولات. وأنا قلت له إن أنا شغالة برضو في رئاسة الجمهورية، وإن إحنا بعلاقاتنا دي نقدر نعمل مكاسب كويسة في شغل المقاولات. تابعنا مشاهدينا الكرام اعترافات المتهمين الذين قامت وزارة الداخلية بضبطهم، والذين ادعوا في محادثة هاتفية مفبركة أن لهم نفوذ وعلاقات في إحدى مؤسسات الدولة. وللمزيد من التعليق والتحليل ينضم إلينا هاتفيا اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء أهلا بك. أهلا وسهلا يا فندم. أهمية هذا التحرك من قبل وزارة الداخلية وضبط المتهمين الذين قاموا بفبركة أحد التسجيلات الهاتفية وادعوا أنهم يعملان في إحدى جهات الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أن أبدأ. سيادة اللواء لو ترفع الصوت حيث أن الصوت ضعيف بالنسبة لي ولا أتمكن من الاستماع إليه بشكل جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي مبدئيا أن أتقدم لرئاسة مصر وشعب مصر وجيش مصر وأمن مصر بكل الأمنيات الطيبة على نجاحتهم في متابعة خلو الساحة المصرية ممن يحاولون بشتى الطرق أن يكئدوا المسيرة المتقدمة التي نشهدها الآن. وهذه المسيرة بتتطلب يقظة أمنية، وهذه اليقظة الأمنية لا تتأتى إلا من تعاون شعبي بالمعلومة، ولا تتأتى إلا من وضوح الرؤية في الأداء، ولا تتأتى أيضا إلا بجهد صادق وجهد واضح جدا. فإنما نيجي نلقي الضوء على هذا الموضوع حنجد أن هناك مواطنين شغفاء تقدموا بالمعلومة، أن هناك جهاز أمن عتيق وقديم قام بتحليل وتصنيف ودراسة ما جاء في هذا الموضوع، وأيضا قام بثقة شديدة جدا في المتابعة المقننة من خلال التعاون مع الجهات القضائية لإجهاض هذا النوع من أنواع النشاط الهدام، النشاط المناوئ والمناهض، والذي يسعى بكل طريقة إلى إحداث انشقاق في الرأي العام وإلى إحداث ما يمكن أن يعطل المسيرة من خلال مثل هذه الحركات أو الأنشطة التي لا يقبلها أي مصري شريف. ومن هنا يجب أن نلقي الضوء على كافة ما يحدث من محاولات، لأن الضوء ده مهم جدا في استمرارية المتابعة، وهذه المتابعة بتتطلب وجود رجال مدربون قادرون على المواجهة على ثقة من أنفسهم وعلى ثقة من ربهم وعلى ثقة أيضا من معاونتهم في إضفاء الحماية والأمان على كافة الأنشطة التي تمارسها الدولة في نطاق جمهورية جديدة، في نطاق السعي إلى التقدم بمصر من خلال كافة المشروعات التي نشاهدها يوميا، والتي لا تتعلق فقط بالتنمية الصناعية والتنمية الزراعية والتنمية الداجنية وحتى التنمية السمكية، وأنها أيضا تمتد إلى الغاز والبترول. وكل ده يتطلب مواطن يعمل بجدية، ويتطلب أيضا مناخ آمن يقوم فيه رجال الأمن بتأدية دورهم في سلسلة التقدم متعددة الحلقات التي نتمنى ونتعشم أن تستمر في حركتها وتستمر في جهدها وتستمر في تحقيق ما يتناسب مع حلم المصريين في مستقبل يليق بهم ويليق بوطنهم. تمام. طيب سيادة اللواء، دائما ما كان يحذر المسؤولون والمراقبون من خطورة الشائعات ومن محاولات بعض أعداء الوطن أو أعداء الوطن بصفة عامة بالترويج للشائعات بهدف هز الثقة بين المواطنين وبعضهم البعض، وأيضا هز ثقة المواطنين في المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، خصوصا في ضوء المشروعات القومية التي بدأ أو بالفعل كثير من المواطنين يشعرون بها في الوقت الحالي وفي السنوات الأخيرة على وجه التحديد. كيف يمكن للمواطن أن يكون واعيا وأن يكون فطنا وذكيا في التعاطي ومعرفة من يروج لمثل هذه الشائعات، من يحاول هز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي المشروعات العملاقة التي تقام على أرض الوطن في السنوات الأخيرة؟ شوف، هذه المحاولات الهادفة إلى هدم الشعور العام الوطني بالمواطنة والانتماء إلى هذا الوطن العزيز تتخذ من أشكال متعددة، بدءا من العمليات التي كانت تتسم بالعنف على الساحة وثبت فشلها، بل وأجهضت أمنية، وتحاول الآن التغيير استراتيجية التعامل من خلال هذه العمليات التي تهدف في النهاية إلى زعزعة الاستقرار من خلال هدم جدار الثقة في الأداء الذي تقوم به أجهزة
الدولة التنفيذية. مصر دولة قديمة جدا، مصر دولة ذات مؤسسات، مصر دولة ذات مستقبل واعد لابد أن نشارك فيه جميعنا. فلا ننسى إطلاقا أن المحاولات الهدامة سوف تظل وتتخذ من عدة أشكال جديدة مثل أي استعداد لأي عملية. تعرف السباق اللي بيتم مثلا في الأولمبياد، أنت بتدرس الأرض وبتدرس حواليك وبتدرس المتسابقين معاك وبتدرس كل حاجة وبتحاول تجد صيغة. هو بيدرس كيف يهدم، كيف يهدم من خلال الصيغة العنيفة، لا تصلح ولن تصلح، فبيحاول يغير الصيغ. ولكن في مواطنين هنا شرفاء وابتدوا جدا يحسوا بإيه اللي ممكن يحصل وإزاي إن إحنا ممكن نتعامل مع مثل هذه العمليات التي أنا أعتبرها من أخطر ما يكون، لأنها متعلقة بالإنسان وبثقة الإنسان في وطنه وفي مستقبله اللي إحنا كلنا بننتشر بشائره، اللي كل ما بتقرب البشائر كل ما بتقرب تزيد محاولات اغتيال هذا النوع من الأوضاع التي نستحقها كمصريين والتي تليق بنا وتليق بمستقبلنا إن شاء الله الواحد. نعم سيادة اللواء، أخيرا هل تعتقد من وجهة نظرك طبعا أن هذا البيان الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية الذي أصدرته منذ قليل سيكون يعني كاشفا وموضحا كل ما أثير لدى البعض في الفترة الأخيرة من الشائعة أو التسريب الأخير الذي فبرك وتم تداوله بين بعض العناصر الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج؟ شوف أنا عايز أقول لك على حاجة، العمل الجيد يعبر عن نفسه، والعمل الجيد هنا ليس فقط العمل على الشارع أو العمل على الساحة، لكن العمل الجيد أظن هو عبارة عن المواطن وإحساسه به. والعمل الجيد لن يتم، هي سلسلة إحدى حلقاتها الهامة جدا وهي الأمن، ليس فقط الشعور بالأمن ولكن الثقة في الأمن، ولكن الدور الأمني أيضا الذي لابد أن يكون من خلال تفاعل الشعب ومن خلال تفاعل كافة المواطنين. أنا على ثقة تماما أن التجهيز الآن الذي يتعرض له الأمن من خلال الإعداد التأهيلي والإعداد القيادي لرجل الأمن يساعد تماما في إجهاض مثل هذه التحركات ومثل هذه، ولا بد أن نتوقع أن دي لن تتوقف والأمن أيضا لن يتوقف. والله بالله نثق وربنا يوفق أبناء مصر في كل المجالات. آمين. شكرا لك سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام نتابع الملف الثاني معنا اليوم في النيل مباشر، حيث شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 من ديسمبر الجاري. وتسلمت مصر رئاسة هذه الدورة من دولة الإمارات، ويعتبر هذا المؤتمر الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، ويشارك فيه أكثر من 2000 ممثل للدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية. خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة
لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة أشار فيها أن الفساد يؤثر سلبا على حقوق الإنسان ويعوق التنمية والازدهار وجودة الحياة، وهو ما يفرض على الجميع ضرورة التعاون للقضاء عليه. يشكل الفساد أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، فهو ظاهرة متعددة الأبعاد تقوض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلبا على حقوق الإنسان. لذا يجب التعامل مع منع ومكافحة الفساد باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، مع التأكيد على أن الفساد ليس فقط شأنا محليا ولكنه عابر للحدود، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمثمر. وعن اهتمام الدولة المصرية بتحسين جودة الحياة، أكد مدبولي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هدفت إلى تحسين معيشة ما يقرب من 60 مليون مواطن يعيشون في الريف المصري، ويعد هذا في حد ذاته من أهم عوامل مكافحة الفساد. تأتي المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأس البرامج التي تهدف إلى تحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري ينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكي. ويعد الاهتمام بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة هو في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة في ظل الجمهورية الجديدة التي تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم. كما أكد مدبولي على أهمية دور الشعوب في التعاون مع الحكومات في مكافحة الفساد، لذا اتخذت الدولة إجراءات حاسمة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة ودمج الشباب في الحياة السياسية. نعي جيدا أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، وإنما للشعوب دورا أساسي فيها، ولذلك فقد بذلنا الجهد خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، وذلك إيمانا منا بأن تمكين المرأة يساهم في تعزيز جهود الدولة. فاتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة. أما الشباب فهم عماد المستقبل، ونعمل على دمجهم في صنع وتنفيذ السياسات العامة، وذلك إيمانا منا بضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد. وفي ختام كلمته أكد مدبولي على ثقته في أن هذه الدورة سوف تخرج بقرارات تدعم الجهود الهادفة لمنع ومكافحة الفساد حتى يتحقق الازدهار والتقدم لكافة الشعوب. أحمد أبو الحسن، النيل. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع. أستاذ أكرم، أهلا بك. أهلا وسهلا. أهمية عقد هذا المؤتمر في مصر وأيضا تسلم مصر لرئاسة الدورة الحالية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الحقيقة يعني المؤتمر مهم جدا فيما يتعلق في مكافحة الفساد سواء المحلي أو الإقليمي والدولي، لأنه في جزء من هذا الفساد له اتصالات واتجاهات مختلفة، وده استكمال لجهود مستمرة في إطار ضبط الحوكمة ووقف أي محاولات للفساد فيما يتعلق بفرض الشمول المالي، فرض التقنيات الحديثة فيما يتعلق بمتابعة ومراقبة الفساد، تطوير النظام الإدارة بالشكل اللي يقلل من هذه محاولات الفساد أو غيره. أظن أنه على مدى السنوات الأخيرة الحقيقة تم ضبط عدد كبير جدا من قضايا الفساد، لأنه احنا عارفين أنه الفساد أو إرادة الفساد موجودة لدى بعض ذوي النفوس، وبالتالي فمن المهم جدا أن تكون هناك أدوات القضية حديثة تتماشى مع تطورات مثل هذه الجرائم. وده لافت للنظر. تسلم مصر يعني بيؤكد أهمية إن هي بتتفاعل داخليا وبتتفاعل أيضا مع دول العالم لتبادل الخبرات فيما يتعلق بمكافحة الفساد و
ومواجهته وتطوير التعامل معاه على المستويات المختلفة. وزي ما أشرنا أنه دلوقتي الجهود الدولية في جهود دولية سواء فيما يتعلق بتبادل الخبرات أو فيما يتعلق بتطوير أدوات محاربة الفساد، خاصة وأنه بعض أنواعه بتتطور، خاصة وأنه أيضا كمان بعض الفاسدين أو محاولات الفساد بتتم باستخدام تقنيات أو غيره. فالحقيقة أنه التعامل فيما يتعلق بدولية التعامل مع الفساد يفيد زي ما احنا قلنا في تبادل الخبرات او في التواصل مع الجهات المختلفة، وفي نفس الوقت احنا شايفين على مدى السنوات الاخيرة تطوير الاليات المختلفة للحوكمة ووقف اي مداخل يمكن ان ينفذ منها الفساد، وبالتالي يعني ده جهد مستمر يعني من الدولة المصرية. تمام. طيب أستاذ أكرم، دائما ما يشار إلى أن الفساد هو موجود في الدول المتقدمة والدول النامية أو الأقل تقدما أو المتخلفة، وأيضا موجود الفساد في الدول الديمقراطية والدول الاستبدادية، وإن كان تختلف نسب الفساد بين كل دولة أو كل نموذج والنموذج الآخر. في رأيك وكما يقول مراقبون وأيضا تقول تقارير دولية بأن الفساد في الدول النامية يعني يتسبب في مزيد من الفقر، يتسبب في مزيد من التخلف للدول النامية، في رأيك إلى أي مدى قطعت الدول النامية طريقا أو خطوات لوقف الفساد، خصوصا أن الفساد في كثير من الدول في الغالب يكون عند المسؤولين أو الذين يكونون في السلطات التنفيذية؟ يعني بالتأكيد الفساد بيسحب من أرصدة الأجيال، بيسحب من الدخل القومي، بيؤدي بالتأكيد إلى الفقر، إلى مشكلات مختلفة، ومكافحته أو مقاومته كل ما بتتسع أنشطة الدولة تكون هناك احتمالات ظهور الفساد. الحل دائما بأنه سد الثغرات، استخدام طرق حديثة، تقليل التعامل البشري فيما يتعلق بالدفع والتراخيص والأوراق المختلفة، فكرة أنه يبقى فيه الشمول المالي ده، وإحنا أعتقد قطعنا دور كبير. صحيح طبعا الفساد موجود في كل دول العالم، وطالما فيه كل ما بتتسع الأنشطة اللي بتتدخل فيها الجهات الرسمية مع الجهات الخاصة أو العكس بتظهر احتمالات الفساد، وبناء عليه هنا يفترض انه مع تطور الدولة فيما يتعلق بالمشروعات وما يتعلق بغيره بنطور، وده اللي بيحصل في مصر، يعني بنطور ادوات المواجهة وادوات الكشف وادوات التعامل، وزي ما قلت فصل التعامل البشري او تقليل التعامل البشري والتدخل البشري واستخدام التكنولوجيا وادوات التواصل الالكتروني بالشكل اللي بخلي فيه متابعة لحظية لأي مسارات للأموال أو للدفع بالنسبة للجهات الرسمية. فكرة أنه الفساد بيتسع، طبعا كل ما الأنشطة الاقتصادية للدولة بشكل عام بتتسع كل ما إمكانات الفساد دي وله صور مختلفة وصور متعددة. وأظن أنه كمان بعض الدول بتتبادل الخبرات في هذا الأمر، لأن زي ما احنا قلنا في جزء بيبقى عابر للحدود فيما يتعلق بالفساد أو غيره، والفساد ليس بعيدا عن الجريمة، ليس بعيدا عن أدوات الجرائم الأخرى. وبناء عليه فإحنا بنتكلم على أهمية تطوير أدوات الدولة وأدوات الرقابة بالشكل اللي يسد الثغرات التي يمكن أن يكون هناك احتمالات نفاذ الفساد، لأنه الفساد مرتبط بالأنفس البشرية بالدرجة الأولى، يعني ما فيش تعميم لأنه كل المسؤولين أو عدد كبير منهم، لكن في عدد دائما صغير من المهم جدا يكون هناك أدوات رقابية قادرة على كشفه والتعامل معاه بشكل لحظي وبشكل يقلل من الفساد، وكمان بيمنح الثقة، لأنه يمكن رئيس الوزراء قال أنه الفساد بيتعامل بيقلل من الدخل، بيؤدي إلى الفقر، بيسحب من الأرصدة، بالإضافة إلى أنه بيقلل من ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، ودي نقطة مهمة جدا. وبناء عليه فإنه جدية الدولة في مكافحة الفساد، وده ظاهر في الاستراتيجيات اللي محطوطة
مثل هذه المؤتمرات والتحركات واجهزه الرقابه الاداريه وغيره، كل ما بتزيد الثقه في انه لا احد فوق القانون. تمام، شكرا لك استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير صحيفه اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف. وأيضا للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من شرم الشيخ مقر انعقاد المؤتمر موفد النيل إلى هناك حمادة العربي. حمادة بعد التحية، كيف تتابع أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حتى الآن، وأبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر لديك؟ تحياتي لك شهاب ولكل مشاهدي النيل. بالفعل تتواصل الجلسات داخل قاعة المؤتمرات الكبرى في مدينة شرم الشيخ منذ الافتتاح في السابعة في العاشرة صباحا، وحتى هذه اللحظات الجلسات مستمرة، موضوعات متعددة للجلسات. البداية مكافحة الفساد بشتى صوره واستغلال النفوذ، يمكن هذا العنوان الرئيسي الذي تندرج تحته جميع الموضوعات الأخرى من توطين وترسيخ للشفافية والعدالة والنزاهة في مختلف المجتمعات على مستوى الدول، بالإضافة إلى عرض التجارب الخاصة بهذه الدول. لدينا ما يقرب من 152 دولة تشارك في أعمال هذا المؤتمر، لذلك كل دولة تعرض ما تم في استراتيجيتها من خلال مكافحة الفساد. مصر، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن خطة الدولة المصرية للتأكيد على محاربة الفساد والعنف واستغلال النفوذ. هناك صور متعددة للفساد، سواء الفساد الإداري في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو استغلال النفوذ والوصول لدرجات متعددة من الفساد. هناك إلقاء للضوء كذلك على الفساد في ظل جائحة كورونا والمعاناة الموجودة في القطاع الصحي على مستوى العالم لتوفير اللقاح بشتى أنواعه. لما أو عندما يكون هناك فساد فهذا يضاعف العبء الموجود على كاهل المواطن في مختلف الدول، لذلك هناك يعني مناقشة لهذا المحور بصورة كبيرة سواء من الأمم المتحدة أو من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى المسؤولين الحكوميين في مختلف الدول المشاركة في جلسات المنتدى والمؤتمر في مدينة شرم الشيخ. هناك إطلالة أخرى تتعلق بالتعليم والرياضة والأجهزة الإدارية في مختلف الدول، كان هناك لقاءات متعددة لنا مع وزيرة التخطيط ووزيرة الهجرة ووزير الشباب والرياضة، الكل أدلى بدلوه فيما يخص استراتيجية مكافحة الفساد. وهناك إطلالة ثانية تتعلق بالرقابة الإدارية وهي الممثلة لصورة مصر أمام برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي رئيسة هذه الدورة، الدورة التاسعة لمكافحة الفساد. رئيس الوزراء تفقد الجناح الخاص بالرقابة الإدارية هنا وأثنى على ما تم عرضه خلال هذا الجناح من طرق وسبل لمكافحة الفساد. يمكن اللافت في هذا الجناح وفي دور الرقابة الإدارية هي الخطوات الاستباقية لمنع انتشار الفساد وأن لا أحد فوق القانون. هذه لاحظناها كمواطنين قبل أن نكون إعلاميين من خلال المتابعة المستمرة لدور الرقابة الإدارية في محاربة الجريمة بشتى صورها. شكرا لك حماد العربي موفد النيل إلى شرم الشيخ لمتابعة أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسنتابع معك سير أعمال المؤتمر في خدماتنا الإخبارية التالية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية عبر النيل مباشر على رأس الساعة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم بها الزميلة بهام رجائي. إلى اللقاء.